بالعمي هذه السخانه اللي راهي برا تحشب سيري ما فتحتيش هذه السخانه انت الحمد لله يا ربي الواحد كي عنده كليماتيزر في الشقه الحمد لله يا رب درك نشعلك نتهنى يروح لي قاذا كستر اليوم العظم يجمد اليوم كون نصيب انا ندير تحت الزيرو كون يختاروا كليماتيزر تحت الزيرو انا الاول اللي نشري زيد نقص شد السخانه شد بالعمي هذا على ريتلك في السخانه تحسب كل شيء تاع خبز يا ديماري ديماري هاي بالعقل بالعقل لو مالك حسبني ساكا تاع بوكسو ايه وانت على راك تطلق في السخانه هاك نطيبو فيك المطلع وخلاص لا لا ما تضربنيش انا روح قر لي قدك امانك ضربك اليوم وغدا ونزيد نجيب صانعه انت ما ديرو بها تطلق البرد هاك ها ونريحو في كوشه وخلاص ما كفاتناش السخانه تاع برا زيد تطلقها انت ضربك لا لا براني فيش لف منك تطلق السخانه منك تطلق البرد على حساب المورال وتريستي لك ناقصه ضرك نطفيك وقسما بالله كلب ما يزيدش عليك ولا يتبرد بيك انتوما غير مصلحه اوجه الفحم ايه هادي حاجه باينه انت فشتا اش نديرو بيك نخيك بالعمي انا قام عندي الزهر شجبني نشرف انا شجبني نشرف حوجي انا وعلى انت على صنعك نخيك هاي بالرد وبالعم وتورك ايه بصح ما ديرنيش في 16 امالك انا صحتي ماني صايبها 16 لازم كون كاين تحت 16 كون درت تحت 16 تخرج برا 60 سخانه كشغلك تمشي على مقله حاميه هذا وين طفوني واحد بغى يريح الموتور تاعو شويه جيت نتايا راكم في 3 ايام شعليني تريتي تاع 10000 قاعد ديتو عليا وعلى كان ما دخلك في هذيك مادام كاين اللي خلص الفاتوره مسكينه البرد جامي يحبس وترستي ماكس تخلص فيه من جيبك سي بوغ سا تهضر هكايا سمعتني هادي قصدي بحال ماناش نستخدمو تريسيتي قاوي هذا مكان بوي جري جري روح تشوف هذا مقلوع لسنين راه داير كليماتيزر في الساز شو داير شا بوي والله ما كان حاجه هذا علاك دايره في 16 علاه ليا وعلاك تشمت فيا ليا وعلاك حسب روك في الاس كانو حسيت ودرتو في 16 باسكو وراه هضروك في التلفزيون قالك ديرو في 16 ترتاح بالعاني عمي سعيد هذا راح يحوس يحطم لك جيبك بالعاني راستك بتجهني دير تشوف ال 25 دير دير في 25 ابوي ما ديرش علي هذا الكتروميناجي راح يحوس يفركد ما بيناتنا 16 نورمال ودير مره يشعل على 12 يدفع على الربعه ويشعل على 9 ويدفع على 12 تاع الليل بصح على ابوي وسوايع الاخرين كيفاه نفوتوه كيفاه على راستك البلوك راه مقاري لك في عقلك بان حافظوا على تريسيتي وكل واحد يدي حقه دوما ماكم تعرفها ما مولو هيا بعدي هذا مالو ذا وين كان يشعل شو درت له تريسيتي راح عمي سعيد ايو الواحد جاي من الجامع ضربك سيركيلاسيون سخانه لي غاز والكونو جاي بيت برد في كليماتيزير تريسيتي راح هذه كاع على جالك ايه على جالو هذا هو سبب المشاكل ضربوا ضربوا قتلوا بالهروب نفرجوا دبزا ودماغ مكاش ارواح وما عندوش زهر ما خايتي اليوم يديرون مشوي